السلام عليكم بعد اخويا يونس، كي داير؟ احوال طيبه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور هانيه، كلشي بخير على خير؟ كلشي وعداك. نتمنى تكون بخير على خير. حميد الشاكرين، ونتمنى انكم كت رؤيتك. شكرا. انا نفس الشيء، نتمنى انكم حاليا كتمروا واحد المرحله صعبه، وهي مرحله صعبه، ولكن ان شاء الله غيكون الخير. وبصدد هذا الشيء هذا ان شاء الله ربي تنهضر معاك على بزاف ديال الحوايج. اول شيء بغيت نسولك عليه هو التعليم في المغرب والوضع اللي كيعيشوا حاليا. يا سيدي عماد، بعدا نعرف براسي. يونس الشرادي، استاذ فريد عليه التعاقد. للامانه لست عضوا لا في المجلس الوطني ولا في اي مكتب اقليمي، دونك انا امثل نفسي والبي طلب صديقي طفوله سي عماد. فهاد الله يحفظك. كما قلتي غير باش نوصل واحد الفكره، انا ويونس راه قرينا في الاعدادي، اللي باقي كنعقل واقيلا الثانيه 8 وياك. كنا قرينا في الثامنه انا وياك والحمد لله تراك كملتي قرايه ديالك، وقلنا وتحتنا الفرصه نتقراو بجوج في لافاك. بجوج قرينا في السمراليه ياك. صحيح. كنتي داير شي تدير ديبارتمون ديال البيو ولا الجيو؟ كنتي داير بيو؟ انا كندير جيولوجي. جيولوجي. انا كندير لا جيولوجي. هادشي اللي كاين. فهادشي اللي كاين. نرجعوا للسؤال، وكما قلتي خويا يونس، السؤال اللي بغيت نطرح عليك اللي قلت لك دابا حاليا، وهو كيف قلت لك شنو هو الوضع الحالي ديال التعليم؟ بانه الصراحه ولينا كنشوفوا شي حوايج وشي حوايج اللي هي ما كتعجبش. من خلال هذا الموضوع هذا بغينا انه نعرفوا كيفاش تقدر تفسر لنا الوضع الحالي اللي كيعيشوا التعليم في المغرب، وكيف داير، واش هو في واحد الحاله صحيه جيده ولا شبه جيده ولا ماشي. بالنسبه سيتي عماد، الحاله تاع التعليم في المغرب راه كما تنقولوا الارقام ما تتكذبش. باش غادي نشوفوا مختلف الاحصائيات اللي درت في هذا الصدد هذا، غادي نلقاو على ان المغرب يتربع على عرش الدول التي اهانت بطريقه او باخرى التعليم. وصراحه الحال تاع التعليم ما تختلفش بزاف على الحاله اللي كنا فيها حنا ونحن تلاميذ انذاك، يعني للاسف في ظل غياب رغبه حقيقيه للاصلاح. وهنا فاش نهضروا على الرغبه الحقيقيه، هي ديك الاجراءات تاع داكش اللي تيتقال، حيت شفويا راه تقالوا بزاف الامور، ولكن من تنجو الارض الواقع تلقاو على ان الحاله في التعليم للاسف بحال 2021، بحال 2006، بحال 1990 وحنا غاديين. ولكن اللي تيختلف دابا، وغادي تكون تلاحظ هذا الشيء والمشاهدين الكرام غادي يكونوا لاحظوها، على فاش كنا صغار كانوا اكيد عند التعليم المشاكل تاعو، ولكن ما كناش تلاحظوا ان كاع الفئات مضره. دابا راه التلميذ والاستاذ والمدير والمفتش ومختلف الفئات اللي تتنتمي لهاد المنظومه هذه راه كلها نايضه دابا تتهضر على المشاكل اللي تتعاني منها. حيت فعلا وصلنا لواحد الحاله اللي خصنا نسالوا فيها المسؤولين ونسالوا فيها الناس اللي تيسيروا هذا القطاع هذا. والرغبه تاعنا اكيد هو في اصلاح حقيقي على ارض الواقع، ونحن اهل الميدان. وبالتالي فاش نقولوا اصلاح واقعي وحقيقي راه تنعرفوا شنو تنقصدوا، ما خصناش نجرفوا مع البروباغندا اللي تتكون في الاعلام وما يقوله الوزير وحاشيته، وحنا الناس تاع الدومين كنا مضرين. وخير دليل على هذا الاضرابات اللي يشهدوها القطاع منذ سنوات، وخصوصا بعد النظام المشؤوم، النظام المسمى بالتعاقد. فعلا. فحد مؤخرا كيف ما شفنا انكم فاش كنتو كتظهروا، شفنا شي صور اللي هي صراحه ما شخصيا انا ما عجبتنيش، وكان انا ما عجبتش الكثير ديال الناس، وهو الضرب والاعتداء اللي تعرضتوا ليه. وانا الحاجه اللي باغي نوصل هو انه الناس خص تعرف باي واحد كيطالب بشي حق من الحقوق ديالو فهو من الحق ديالو، من حقك انك تظاهر وتطالب بالحقوق ديالك. ولهذا حنا دابا باش حنا نعرفوا اشنو هما الاشياء اللي كطالبوا بها نتوما من خلال المظاهرات اللي قدمتوا. صحيح سيدي عماد، كما ذكرتي هاد المظاهرات وداك القمع الوحشي اللي تعرضوا ليه الاساتذه المفروض عليهم التعاقد هي النقطه التي افاضت الكاس. وبالتالي من حق الراي العام انه يعرف بعدا
اشنا هي التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، امتى ظهرت، علاش تسمت هكا، وكما قلتي شنو هما مختلف المطالب اللي تينادوا بهاد الاساتذه هادو. دونك غادي خصنا نرجعوا شويه بالوقت اللور. سنه 2016 المغرب دار واحد النظام مشؤوم سماه بالتعاقد. هاد النظام هذا يهدف الى ماذا؟ يهدف الى عزل الاساتذه عن النظام الاساسي للوظيفه العموميه. بزاف الناس عندهم بزاف التساؤلات وعندهم واحد اللبس بهذا الخصوص هذا. بزاف تيظنوا على انه الدوله في الشكل الاصلاحي المنظومه بيداغوجيا وغيرها اعتمدت هذا النظام واش تشوفوه في الثقافه الشعبيه باش تزير الاساتذه يخدموا. وهنا غادي نتسائل معاهم واحد السؤال، واش التعليم عارف المشاكل غير بدايه من سنه 2016؟ لا، حنا تنعرفوا جيدا ونحن تلاميذ الامس على انه التعليم يعاني من هذه المشاكل منذ زمان. يعني هذه المساله ليست بجديده، ولكن علاش الدوله في سنه 2016 بالضبط اعتمدت هذا النظام هذا؟ دونك هذا النظام التعاقد العكس تاع اللي تظنوه واحد الفئه من الناس على انه الدار فقط للاصلاح البيداغوجي باش اننا نزيرو الاساتذه وديك الهضره لا علاقه لهذه المساله يعني بالموضوع تاع التعاقد. التعاقد جاء علاش؟ حنت الدوله غرق ديون، وبالتالي صندوق النقد الدولي فرض عليها انها تاخذ واحد المسار معين في يعني في السياسات العموميه ديالها. وبما ان التعليم هو القطاع العمومي الاكثر حيويه بالاضافه للصحه، ف اصابع يعني هذا الاصلاح المشبوه كما قلت لك اللي جاء نتيجه عن املاء خارجي، الهدف منه هو انه الدوله، وهذا الشيء راه غادي تكونوا سمعتوه مرارا وتكرارا، قالها بن كيران، قالها الداودي، ان الاوان ان الدوله ترفع يديها على القطاعات العموميه. واش تنقصدوا بانها ترفع يديها؟ تنقصدوا بانه نضربوا في عموميه هاد، اكيد حنا في اخر المطاف متجهين نحو الخصوصه. كيفاش غادي خصنا نتسالوا كيفاش؟ فاش نقولوا على ان هاد الاساتذه الجداد منذ سنه 2016 راهم ولاو خدامين مع الاكاديميات، ولاو خدامين مع الاكاديميات بصفتهم مؤسسه عموميه لحدود اللحظه هاد الدقيقه. فاش نهضر معك عماد، مازال راه الدوله هي اللي تتخلصنا، بمعنى المشكل ماشي مادي، حيت راه الوزاره الوصيه تتلعب على كما قلنا البروباغندا الاعلاميه، تتلعب بالمفاهيم، تتلعب بالمصطلحات، وتستغل جهل الناس بهذا الموضوع هذا باش تسوق لهم شي حوايج ما كاينينش فاقي الامر. دونك هذوك الاكاديميات سي عماد الغرض منهم هما انهم يوليو مستقلين ذاتيا، يعني ان الاكاديميه تولي قادره انها تدير الاجور تاع الناس اللي خدامين معاها وتسير راسها براسها بعيدا عن إعانة الدولة. دونك هذا هو الهدف. باش نوصلوا لهذا الهدف السعيمات خصنا نتسألوا اش اللي عند هاد الأكاديميات واللي ممكن يخليها أنها تخلص الأطر تاعها والأساتذة تاعها وتسير راسها براسها. هاد الأكاديميات عندها خدمة التعليم، دونك هي الخدمة تاعها في آخر المطاف اللي تتوفرها هي التعليم. دونك وبالتالي لبت هي في يوم من الايام ان تستقل بذاتها، وهذا الشرع ما تيحشموش منه، راه تيقولوه مباشره، والناس اللي طلعوا على القانون الاطر غادي يشوفوا اشارات صريحه لخصوصات القطاع. يعني ان هذه الاكاديميات ستتجه في يوم من الايام لانها ترجع هذا التعليم اللي هو مجاني حاليا بين قوسين بطبيعه الحال الى تعليم خصوصي يؤدى عنه، باش ذريعات انه هاد الاطور اللي خدامين معانا، هاد المعدات اللي خصنا نفقوا عليهم الى اخره، ضروري ما اننا خصنا نمولوهم. الدوله غادي قلنا تدريجيا غادي ترفع لي تاع على هاد القطاع هذا، وبالتالي الاكاديميه ستكون مضطره ان تبيع خدماتها. وكيف سيتم ذلك؟ كما قلنا بواحد الشكل تدريجي، ذكروا في القانون الاطار على اساس انه في الاول غادي يبداو غير بالاسر الميسوره. وهنا واحد السؤال باي ما دون تعرف هذا الشيء، والناس تاع الطبقات الشعبيه راه عارفين هذا الشيء، هل الاسر الميسوره ولادها تيقراو
في التعليم العمومي. لا وحنا دابا راه الاصل غير ميسوره، ولادها تيتجهوا للقطاع الخصوصي. ولكن علاش يتجهوا للقطاع الخصوصي؟ اشنو هو المشكل في القطاع العمومي؟ خصنا نسالوا واش المشكل هو عضوي ولا مفتعل. هو فوق الامر مشكل مفتعل. حتى نشوفوا ان هذه السياسات في اخر المطاف اللي تتجه للخصصه، وباش الناس انهم يزيدوا يشجعوا المسؤولين طبيعه الحال يزيدوا يشجعوا الناس انهم يتوجهوا لهذا القطاع الخاص، تيختلقوا مشاكل في هذا القطاع. ومن بين هذه المشاكل هذو هو نظام التعاقد. هما عارفين على انهم تطبيقهم لهذا النظام هذا راهم تيشرعنوا احتجاجات مستقبليه، وبالتالي الاساتذه اللي غادي يدخلوا لهذا النظام مرغمين. هنا غادي نرجع للمساله تاع التسميه، الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. هنا غادي نتسالوا علاش هذا السؤال هذا. بزاف الناس يقولوا ولا انتم اللي سنيتوا بمحض الاراده تاعكم. هنا لا، خطا في واقع الامر. سيتي عماد وانت عرفتي هادشي مزيان، فاش واحد الشاب مغربي ولا واحد الشابه مغربيه تيخرج من الجامعه وتيحصل على شهاده عليا، اجازه مهنيه ولا اساسيه ولا ماستر ولا دكتوره، وتلقى ان باب البطاله مفتوح على مصراعيه، نعم الدوله تتلعب بهذه المعاناه تاعو وتتخرج واحد النظام ليس له بديل. يعني لم تخير الاستاذ ولم تخير الطالب ولم تخير المعطل بين الوظيفتين العموميه مثلا وهذا الوظيفه مع ما يسمونه بالاكاديميات. نعم دونك هنا في هذه المساله هذه بالضبط، هذا المعطل هذا فاش قرص وشد اجازه كان امام اختيارين، سواء انه يبقى في راس الدرب ولا تبقى في راس الدرب، ولا انه يمشي يدخل بعدا يسير الامور تاعو من بعد ومن ثم تاخذ الاطار تيحارب البطاله، وديك الساعه يطالب الحقوق تاعو يطالب التغيير. واللي هو حق انا بديهيه ولا انا في التاريخ عبار. نعم اكيد بطبيعه الحال. حنت هل يعقل سيدي عماد على انه في نفس المؤسسه عندنا نفس الواجبات، انا تنقوم بواحد الواجب، الاستاذ اللي حدايا في القسم الاخر يقوم بنفس الواجب. الفرق بيناتنا مثلا هو انه تعين في سنه 2015 ولا 2014، وانا تعينت في سنه 2017 ولا 2018 ولا 2021، الا ان الحقوق اللي عنده ما عنديش تنص فيها. نعم وهنا غادي نفندوا المساله تاع المماثله اللي تكذبوا بها على الراي العام. هذه المساله نبداو بالحقوق تاعنا وغادي نشوفوا ماذا تماشي هاد الحقوق هادو مع الدفاع على المدرسه العموميه، حيت كاين اللي تيتهمنا باننا نريد مصلحتنا وفقط. راه صحيح على اننا غادي نبغيو مصلحتنا، ولكن مصلحتنا من مصلحه الطبقه التي ننتمي اليها. نعم والتي للاسف لا ينتمي اليها الوزير ولا الناس اللي تيشرعوا هاد القرارات هادو. دونك حنا فاش جينا سيدي عماد لهذا الاطار هذا لقينا على انه نحن مهضوم الحقوق، بدءا بالاطار. حنا خدامين في الاولى كنا في متعاقدين، كانوا جوج الوريقات اللي عندنا مليئين بالبنود تاع التهديد الوعيد انه سيفسخ عقدنا بدون سابق انذار، وانه المدير عنده الحق يفسخ العقد، وانه المدير الاقليمي المهم اللي جا ممكن انا نفسخ ذاك العقد. نعم. يعني الحاله تاعنا كانت مزري جد هشه. ثم نشات فكره تاسيس تنسيقيه. التنسيقيه هي مثابه واحد النقابه فاعله، ونحن نعرف على انه النقابات طالها ما طالها من البيوقراطيه. دونك حنا شفنا على انه ما كاينش شي واحد اللي ممكن يدافع علينا قد حنا نفسنا. دونك اسسنا واحد التنسيقيه سنه 2018 يوم 4 مارس، الهدف تاعها هو اننا نجمعوا هاد الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، نحصنوا بعضياتنا. ما بغيناش، وبزاف الناس تيتهمونا بهذه المساله هذه، على اننا نتظاهر من اجل التظاهر، يعني ونحتاج فقط من اجل الاحتجاج. اللي خص الناس يعرفوه
على انه وانت قريب مني يا سيدي عماد وهضرنا في هادشي مرارا وتكرارا على ان الاستاذ فاش يختار هذا المسار هذا فهو راه تيختار واحد المسار جد شاق شاق جدا درب النضالي صعب فعلا فيه اولا علاقتنا مع التلاميذ اللي نحبهم وحبا جما يعني اننا امر صراحه محزن فاش تكون مضطر على انك دير واحد الاضراب وبالتالي تحرم داك التلميذ من حقه في التعلم ولكن فوق طاقتك لا تلام انت مضطر وهنا تنهضروا كيفاش الدوله تلعب بينا حد الدوله في مصلحه هذا الوضع يبقى هكا دونك حنا هذه المساله الاولانيه مساله معنويه في علاقتنا مع المحيط تاعنا ومع التلاميذ حيت حنا ما دخلنا لهاد المهنه الا عن حب حيت اللي بغى الفلوس راه اكيد ماشي هذه المهنه المناسبه فعلا والاجور تتحدث عن ذلك فعلا قارين المجاز اساتذه كما قلنا تيدخلوا بالاجازه اجازه اقل حاجه كما تنقولوا كاين الناس اللي عندهم ماستر ناس عندهم دكتوره فعلا نقارنوا والناس يديروا غير الشيخ بريوسهم قارنوا الناس اللي عندهم الاجازه في قطاعات اخرين وهنا غادي تبان لكم مقاربه الدوله فين غاده سيروا للقطاع الامني مثلا وشوفوا العميد الشرطه اللي حتى هو تيدخل بالاجازه شحال تيكون الصالير تاعو وغادي تفهموا الفرق ورغم ذلك حنا ما تتحدوش على الصالير واخا من حقنا اننا نتحدوا على اننا نحسنوا من يعني هذاك هذيك الاجره تاعنا هذاك حق اي واحد في هذا المغرب هذا من حقه انه يطالب بتحسين الوضع تاعو بطبيعه الحال سيدي عماد دونك هنا نجيو للشق عاوتاني المادي ان داك الاضراب اللي تنديروه راه نؤدي ضريبه داك الاضراب وبالتالي تيكون عندنا اقتطاعات بالجمله اقتطاعات ممكن يوصلوا حتى سرقه موصوفه تتجاوز احيانا 2000 درهم وتخيل معايا واحد الاستاذ تتحيد ليه من ديك الاجره اصلا 2000 درهم علاش حندار اضراب يعني انه انت كدوله حطيته في واحد الوضع محرج باش انه يتظاهر وما يقدرش انه يبقى ساكت على حقوقه المسلوبه وفي نفس الوقت تستغل داك التظاهر تاعو باش انك تسرق منه الفلوس وتخسر صورته مع الراي العام وتقول على هذا الاستاذ راه تيسحب لهم واش حنا تنديروا اضراب باش نديروا رجع راه الناس تقطط عليهم زبابه الفلوس فعلا دابا بالاضافه انه هذوك الاضرابات وسيتي عماد بغيت غير نهضر على باش نكونوا على شنو هما المطالب علاش كتناضلوا نتوما حاليا ما هما شنو هما هاد المطالب اللي حاليا كتطالبوهم باش الناس يعرفوهم كما باش ما يبقاش يقول لك بلي نتوما راه كتدارو غير على باش تدارو صحيح شنو هاد النقط هادو اللي نتوما حاليا كتحاولوا انكم تحسنوا منهم وتقدوا كاينين بزاف النقاط سيدي عماد منهم المساله تاع الاطار اللي تنتميو ليه حيت بدون واحد المنصب مالي قر يعني في اطار النظام الاساسي للوظيفه العموميه تدخل في واحد الاطار اللي هو هش وبالتالي تتربط راسك بواحد المؤسسه عموميه ممكن في اي يوم من الايام انها تفلس يوقع عليها واحد افلاس معين وبالتالي تستغني على الخدمات تاعك والأسوأ من هذا فين كاين سيدي عماد وانها غادي تستغني على الخدمات تاعك بذريعه الكفاءه هي راه ما بقاش عندها الفلوس باش تخلصك واش غادي تقول لك غادي تجيب لك شي مفتيش ولا شي واحد ويقول لك راه حقا راه ما فشلتي في التاهيل المهني ولا في الكفاءه الى اخره وبالتالي غادي نستغنيو على الخدمات تاعك وهذه مساله جد خطيره واي واحد يدخل الوظيفه حتى هو المضمون تاعها هو الاستقرار المادي والنفسي والمعنوي حتى ما كاينش واحد يدخل الخدمه غير باش يربح جوج دريمات راه تنبحثوا على استقرار دونك من الامور الاخرى اللي محرومين من هاد الاساتذه المفروض عليهم التعاقد هو الترقيه الاليه العاديه دونك لحدود الان الناس اللي تخيل معايا موظفين من 2016 مازال ما ترقاو ما والو وباش نكونوا واضحين حنت اكيد على انه كانوا بزاف الخرجات الاعلاميه المغلوطه الغرض منها هو هذا لان تسوق على ان كل شيء على ما يرام هو خطا مساله اخرى هاد الاساتذه هادو كما قلت لك فيهم حاملي الشوائد دونك هاد الاساتذه هادو فيهم ناس عندهم ماستر ودكتوره وبالتالي من حقهم انهم يجتازوا مباريات تتماشى مع طبيعه الشهاده اللي عندهم ولكنهم للاسف تيكونوا محرومين من هاد المباريات
من بينهم التبريز، من بينهم التفتيش، من بينهم مباراه التعليم العالي الى اخره. عكس داك الاستاذ، تخيل واحد الاستاذ بينك وبينه غير عام، هو خدم في 2015 وانت كاين هذا الفرق كله. هذا نجي واحد المساله جد مهمه حتى هي، اللي هي الحركه الوطنيه. الحركه الوطنيه هما تيحاولوا يجرنا واحد النقاش مغلوط على ان هاد الاساتذه هادو ما بغاوش يخدموا في المناطق النائيه وفي القرى. لا، هذا خاطئ، لا علاقه له بالمطلب. الحركه الوطنيه شنو هو المغزى منها؟ وراك عرفتي على انه اجتماعي. انا سيدي عماد، ممكن استاذ مثلا من مراكش يكون مزوج بواحد السيده من الرباط ولا من طنجه ولا من بلاصه اخرى، وممكن على انها تكون خدامه حتى هي في ديك المنطقه. واش ما منحقش ان هذا الاستاذ يلتحق ولا هذيك الاستاذه تلتحق بالزوج تاعو؟ هادشي راه تيضرب في الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي هذاك الاستاذ فاش يطلب هذا المطلب فهو الهدف منه اجتماعي لا اقل ولا اكثر. حتى هما تيقول لك الان ان الاساتذه تيطلبوا هذا المطلب باش يهربوا من المناطق النائيه. وعلاش كنا معمر دابا المناطق النائيه من غير يعني الاساتذه المفروض عليهم التعاقد؟ وفخورون بذلك ونعتز بتدريسنا في تلك المناطق، حتى ما صراحة نحس أن هاتك المناطق هي الوطن الحقيقي. وفاش نشوفوا في عينين دوك التلاميذ الأمل، راه الشيء اللي تيزيد يعطينا الثقة وتيزيد يخلينا أننا نضلوا وعارفين على أن هذا الطريق اللي غادي فيه هو الطريق الصحيح. ثم كاينه واحد النقطة جد مهمة سيدي عماد، وهي المتعلقة بالتقاعد. هاد المهنة هادي يا سيدي عماد فيها عشرات السنوات من العطاء. بالتالي الأستاذ اللي مثلا تيتوظف هو عنده 25 سنة ولا هذا، راه التقاعد دابا 63، وبالتالي عنده سنوات وسنوات من العطاء. دونك يحق له، شأنه شأن مختلف الأساتذة الكرام المتقاعدين، أنه فاش يتقاعد يلقى واحد المعاش كريم اللي يضمن به الحاجيات ديالو. وحنا عارفين على ان المعيشه غادا تترتفع. الا قلنا مثلا هنا دابا 2050 ولا 2060، راه بحال تنقولوا الصالير تاع دابا ما غاديش يبقى كافي في ديك الوقيته. المشكله فين كاينه؟ على انه الاساتذه القدام او النظاميين دايرينهم في الصندوق المغربي للتقاعد، في حين انه الاساتذه اللي تنتميو لهم حنا، الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، دايرينهم في صندوق اركار. وطريق وطريقة حساب المعاش في هذوك الصناديق مختلفة بزاف، مختلفة بزاف. يعني ممكن نقولوا على أن الفرق يستدعي هاد الوحدة. وخط الأخطر من هذا سيدي عماد، وهاد المسألة تهم أيضا الأساتذة الكرام النظاميين، لأنه المبدأ تاع صندوق التقاعد هو أشنو؟ هو أنه تيجيو أساتذة جداد تبداو تقطعوا لهم من الصالير تاعهم باش يعمروا داك الصندوق، وفاش يخرجوا اساتذه قدام تلقاو المعاش تاعهم. هذا هو المبدا تاعو، ياك؟ فعلا. دابا المشكله في هذاك الصندوق المغربي للتقاعد سيدي عماد، هو انه منذ سنه 2016 ما بقاوش الاساتذه الجداد تيتزادوا في الوظيفه العموميه، فهمتيني؟ ما بقاوش الاساتذه، يعني الناس المتقاعدين، الناس تيخرجوا من الناس اللي كاين. الله يرضى. دونك هذه المساله جد مهمه. بالتالي داك الصندوق نيت المغربي للتقاعد فهو مهدد بالافلاس. بالتالي هذه المساله راه تتهم بطريقه او باخرى حتى الاساتذه النظاميين، وهذا الشيء اللي تيلمح عليه مره مره السيد وزير التربيه سي امزازي، وتيقول على انه هناك تداول بشان دمج صناديق التقاعد. راه ماشي رغبه منه، انما حنت الظرفيه حتمت عليه ذلك. حتى لما دارش هكاك راه بدا يجي واحد السنه اللي المتقاعدين نظاميين ما غاديش يلقاو باقي في داك الصندوق شي حاجه. دونك هاد المساله جد مهمه. هذا راجع لهاد السبب، هاد السبب هذا راجع للمغادره الطوعيه اللي كانت دارت في 2005 هذا 2003 بدات. صحيح صحيح صحيح. على ان هاد المغادره الطوعيه اشنو كان وقع فيها سيدي عماد؟ على ان ديك الساعه جدو خدا هذا القرار هذا، حيت شاف على انه الكتله الاجريه للاساتذه كبيره، وديك الساعه كان عدد التلاميذ يقدر ب 5.5 مليون تلميذ. ناض فتح هذا الباب تاع المغادره الطوعيه بالنسبه للاساتذه باش ينقصوا شويه عليهم الاطر. من بعد تخلق لهم مشكل اخر، هو انه عدد التلاميذ
في تزايد مستمر. وصلنا لسنوات اللي ولاو الناس ولا الاساتذه المتقاعدين كثر من الاساتذه اللي تيتوظفوا. ولا واحد الوقيته راه كانت ازمات في القسم ولا الناس يقراو 60 70. داكشي علاش كانوا مضطرين على انهم يوليو تيوظفوا اساتذه اكثر. اي واحد مساله بغيت نوضحها سيدي عماد باش ما نساهاش. انا شخصيا قريت في القسم 45 حتى ل 50. انا شخصيا قريت في كسال في الاعدادي الثانوي حتى ل 50 تلميذ. لم يتغير الحال ابو عماد، لم يتغير الحال. ياك قرينا مع بعضياتنا في سنه 2006 وكان هذاك هو العدد اللي تيكون في القسم كذا و40 ورا باقي الحال. بالرغم من هذا التوظيف وبالرغم من كلشي راه باقي الناس يقراو كذا و40 وباقينا في ظل التناوب. صحيح على ان الامور نقصت شويه ولكن الاقسام راه يتعدى عددها كذا و40 في بعض المناطق لا ربما اكثر. المهم النقطه اللي بغيت نشير لها سيدي عماد هو المغالطه اللي تتروج لها الوزاره، لانه بفضل هذا النمط من التوظيف اللي هو التوظيف بالتعاقد راه بزاف الاساتذه وبزاف المعطلين خدموا كانها تتبجج علينا بهذه المساله بحال حيدات شي حاجه من عندها ودارت المزيان. راه الواجب الدوله هو التوظيف، والاخطر من هذا على انها توظيف العدد تاعو. حنت في 2016 كانوا دازوا جوج المباريات وكل سنه تدوز مباراه اللي تيتوظفوا فيها في المعدل 15000 حتى 20000 20000 واحد المباراه. دابا نقولوا تقريبا واحد 15000 ياك. المساله اللي تتشريها الدوله على انه بفضل هذا النمط من التوظيف هذا الشيء علاش ولينا تنوظفوا بزاف الاساتذه هو غلط. حيت شكون اللي تيخلصنا دابا حاليا؟ دابا حنا تيقولوا لنا خدامين مع الاكاديميات ياك، ولكن شكون اللي تيخلصنا؟ راه ما الدوله هي اللي تتخلصنا. باش تعرف على ان الدوله تتمهد لشي حاجه دونك هي تتخلصنا، ولكن عن طريق واحد الوسيط اللي هو الاكاديميات باش تسمع على انه بفضل الاكاديميه راه ولينا خدامين بزاف وبزاف المعطلين تيخدموا الى خير. وهذا غلط. الدوله دابا تتحاول تمرر هذا المخطط تاع التعاقد ومستعده على انها تزيد هذه المباريات هذو باش تزيد تكرس هذا المبدا تاع التعاقد، بالرغم من انها تتادي حاليا الفلوس تاعهم من الخزينه العامه، حيت مازال الاكاديميات ما وصلتش للاستقلاليه الذاتيه تاعها، حيت مازال ما اجراتش ديك مساله تاع بيع الخدمات، ولكن مساله وقت وفقط. لهذا الاساتذه المفروض عليهم التعاقد بفضل الفتنه تاعهم قدروا على انهم يستوعبوا هذا المخطط هذا. وما يمكنش بيان سور على انك تناضل ضد هذا المخطط الا الا كانت عندك كما تنقولوا البلوزه، الا كان عندك الاطار. واحسن اطار ممكن يكون عندك هو انك تكون استاذ باش تناضل على مشاكل تيعانيو منها الاساتذه والتلاميذ. وهذا الشيء اللي داروا الاساتذه مفروض عليهم التعاقد فاش دخلوا وكما تنقولوا ولا عندهم واحد المهمه اللي هي التدريس، ارتأوا على انه ان الاوان باش ياسسوا لواحد التنسيقيه للغرض تاع ماشي فقط الدفاع عن الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وانما الدفاع عن الوظيفه العموميه والمدرسه العموميه. حيت كما قلنا الامور مترابطه ببعضياتها. وهنا هذا السؤال تاعي بما انه الحديث تاعنا هو حديث بين صديقين كما تنقولوا، اكيد ان المشاهدين الكرام اللي تيتصنتوا لنا بغيناهم يستافدوا، ما بغيناش نستعملوا شي لغه خشب ولا شي حاجه. حنا تنهضروا كما تنقولوا مع الاهل تاعنا مع الناس ديالنا. دونك هاد الناس هادو خصهم يتسالوا سؤال واحد، شكون اللي قراب ليهم اجتماعيا؟ شكون اللي مفروض يحس بهم؟ واش هما هاد الاساتذه هادو ولا اصحاب القرار؟ هنا غادي نسولو راسنا واحد السؤال بسيط، وهذا الشيء ما داخلش في الشعبويه ابدا. سي امزازي واش يقري ولادو حاليا في المدرسه العموميه؟ ياك هو يهدف الى اصلاحها وديك الهضره وديك البروبا، تيقريش ولادو في البعثه الفرنسيه؟ وهذه نجي نزيدك هذه من الامور المضحكه سيدي ايمن، لان سي امزازي قبل ما يولي وزير هذه سنوات كان طيب الظهر على واحد النقطة بان ليه في نظره في المنظور تاعو على انه سلبت منه، حيث ان الابناء تاعو اللي تيدرسوا في واحد المدرسة معروفة ديكارت بعثة فرنسية بطبيعة الحال
زادوا في المراسم تاع التسجيل. والسي امزازي خطر الاحتجاج كمسألة تعبيرية. علاش هذا الاحتجاج هذا تيرفض ان الاساتذه يديروه، علما انه هو اللي مشى بمحض الاراده تاعو ديك المدرسه الخاصه واختار داك الطريق، لم يكن مجبرا ولا مضطرا على انه يسجل اولاده في ديك المؤسسه. وبالرغم من ذلك تظاهر واحتاج وداز في القنوات العموميه اللي ما تندوزوش فيها احنا بطبيعه الحال، لولا المنابر الصحفيه الحره ولا لولا عزيمه الاساتذه اللي فرضت بشكل او باخر على تلك المنابر ان تشير اليهم. دونك هذه هي النقطه اللي بغيت نشير لها، لان الحقوق في هذا الوطن تنتزع ولا تعطى. نقطه اللي بغيت نشير لك لها ثاني وهي مهمه اخويا يونس، وهي كاين بزاف ديال الناس اللي هما صراحه تيجوني من الطريقه ديال التفكير ديالي، ماشي طريقه في التفكير، انك تفكر على انه تقول الاستاذ كيشد 5000 درهم، شحال تقريبا الصالير ديالكم اخويا يونس؟ 5000 درهم، 5000 وشي بركه على حسب المنطقه، 5000 وشي حاجه. نقولوا 5000 درهم، فاش كيجي واحد الانسان كيقول واشنو بغاو، كيقارن راسو بواحد السيد اللي هو صراحه تعب بزاف، لانه شحال من واحد كيحسب لي انك تكون عندك شهاده جامعيه راه سهله، واللي بغى يكون عارف علاش كندوي خصو يمشي يقرا في الجامعه ويعرف بلي راه الا ما فعلا يعني تسلبات منك الصحه ديالك وشحال من حاجه، يعني راه ما غاديش تجي وبالسهوله وتاخذ واحد الشهاده جامعيه اللي كتطلب واحد المجهود كبير. يعني وكاينين الناس مساكن اللي كيسافروا من مدن لمدن اخرى وكيكافحوا وكيتقاتلوا، ما واكلش مسكين، شوف يقدر يشد ديك الاجازه في 3 سنين ولا يشدها في اكثر، يقدر تشد في 4 سنين، هو مسكين ما عايش مع والديه، ما واكلش مزيان، ما مرتاحش، ما هادشي، وعلاش كيتقاتل على انه باش تكون عند واحد الشهاده جامعيه اللي كتخولو انه واحد النهار يولي استاذ. فباش الا جينا نقارنوا الاستاذ في المغرب مع واحد الاستاذ اللي هو كيقرر في دول اخرى، راه ما غاديش تقدر تفكر شحال ديال الفرق الشاسع اللي شحال كيعطيو الدول الاخرى للاستاذ. يعني باش الناس اللي كيشوف راسو كيشد واحد الصالير في المغرب اللي هو 2200 درهم ولا 2500 درهم، فاحنا من هذا المنبر كنقولوا ليه راه حتى انت من حقك واحد النهار دير مظاهره ونجيبوك حتى حنا ونديروا لك نفس الشيء. يعني تماما، حتى من حقك، حتى من حقك تنوض تهضر على حقك الا بغيتي يزيدوا لك. هاد السيد هذا عنده واحد الشهاده جامعيه، عارف راسو المستوى، عارف الحقوق ديالو، عارف شحال من حاجه، من حقه انه يطالب بهاد الشهاده. يعني الا كانت عندك شي تعقيب على هادي عقب، ما كانش نقدر ندوز السؤال اخر. صحيح لا يا سيتي، هاد المساله صراحه ظاهره حيه عندنا في المجتمع تاعنا، هو كاين هاد المقارنه وهاد الاسقاط العمودي، هو بلا ما نمشيو نقارنوا ريوسنا معاه على برا، حيت الفرق لا يجوز في هاد الحاله هادي. راني تنقول لك كاع حنا في نفس الاطار، كاينين اساتذه نظاميين عندهم حقوق ما عندناش حنا، دونك بلا ما نمشيو نقارنوا ان اصلا اجره الاستاذ براسو راها هزيله. وعطيتك من قبيله مثال، لا قارنا واحد المجاز في قطاعات اخرين في المغرب دائما غادي تلاحظ واحد الفرق شاسع. دونك كيفاش الدوله تتعامل مع المجاز في القطاع الامني وكيفاش تتعامل مع الاستاذ؟ هنا غادي يبان لك التوجه الحقيقي تاع الدوله. ما عليناش، ما غاديش نمشيو هذه النقطه فعلا. لا باش نكمل في حاجه اخرى، ماشي باش نعطيو معلومات للناس باش ما يبقاش يكونوا مغلوطين. راه كاينين الناس اللي في المغرب عندهم غير ما شادين حتى بكالوريا، عندهم كما تيقولوا نيفو باك، وعنده واحد اللغه كيهضر بها تقريبا مزيان كما تنقولوا، قدر انه يسلك بها راسو، وراه كيخدم كيقدر يصور 7000 درهم، كيقدر يصور 7000 درهم اللي هو اكثر من داك الاستاذ اللي انت تابعو على هذيك 5000 درهم اللي كيشد. كتقول راه ما كيشد. هنايا حنا باش نعطيو غير واحد الحوايج اللي ما خص الانسان يمشي يفكر فيهم. صحيح. هو التعقيب اللي بغيت نسولك عليه، وهو في بعض الحوارات ولا في بعض الحوايج اللي خارجات اللي كيخرجوا بها، ولا كاينين شي صحفيين تيخرجوا بها تقولوا انتم اصلا ماشي اساتذه يعني اكفاء، ما دزتوش من واحد المرحله ديال التكوين، ما دزتوش من شي حاجه، كيحاولوا المهم في جميع الاتجاهات انه نقدر نقول انا من خلال زعما النظره ديالي كيحاول يبخصوا من داكشي اللي كدير. اشنو تقدر تقول في هذا؟ صحيح. هاد المساله غادي نعقب عليها بثلاثه نقاط سيدي عماد. كاين ما يسمى بصراع الاجيال. ما يسمى بصراع الاجيال هو داك الخطاب اللي تتبناه واحد الفئه معينه وتتقول على انه في ايامتنا حنا هي فاش كانت القرايه، فاش كانت الخدمه مقاده، فاش كان كلشي هو هذاك.
دونك اي جيل جا من موراهم فهو جيل فاشل بالاساس. هذه المساله طبيعيه غريزيه، اي واحد ينتمي لواحد الجيل تيحاول يدافع عليه على اساس انه في ايامنا حنا راه كانت هذه كانت هذه. هذه المساله كاينه في التعليم وكاينه حتى اجتماعيا، وهي مساله صراحه غير سليمه وغير صحيه، حيت لا التعليم ولا التوظيف ولا الكفاءه ما مرهوناش بواحد الجيل معين. وهاد الاساتذه اليوم باش نزيدو ناكدو هاد المساله، شكون هما اساتذه اليوم؟ هم تلاميذ الامس، هم نتاج لهذاك هذاك الجيل القديم. وبالتالي هاد الصراع الاجيال ما عنده فاش يفيد الطبقه الشعبيه خصوصا. النقطه الاخرى متعلقه دائما بالاساتذه وخصوصا هذا الجيل الجديد، حنختار واحد الخيار استراتيجي اللي هو انه يناضل على الحق تاعو في نضاله عن حقه. كما تنقولوا توتر السلطات المعنيه، وداك التوتر تتحاول ان هذيك السلطه تبلورو في الادرع الاعلاميه تاعها. دونك غادي 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 حنا غادي نشوشو الوزاره غادي تقلق اوتوماتيكمون، غادي تجند واحد الصحف ويعني ومواقع الكترونيه وصحفيين معينين بانهم يحاولوا يستهدفوا ديك الفئه ويضربوا في الكفاءه تاعها. علاش؟ باش يشوشوا على النضالات تاعها وباش يغلطوا الراي العام الى اخره. مساله اخرى متعلقه بمساله الكفاءه بحد ذاتها، حيت الكفاءه خويا عماد هي نتيجه واحد التجربه معينه. ميمكنش اننا نتحدوا على واحد الاستاذ الله بدا في عام الاول ولا الثاني ولا الثلاثه ولا الثالث واش كفء ولا لا. الكفاءه راه غادي تحددها التجربه تاعو على سنوات، حيت هاد المهنه هادي ومختلف المهن هذاك الموظف راه تيستافد من واحد الخبره، عام على عام تيتحسن، عام على عام تيطور من الاداء تاعو. مساله اللي ماشي حنا اللي تتحملوها وانما الوزاره المعنيه، حيت هذا هو الهدف ساعة، وان هي اللي غادي تتبخس في التكوين في القديم. راه كان ممكن انه ياخذ تل سنوات، سنتين ثلاث سنوات الى اخره. وبالتالي هنا بنشير واحد المساله جد مهمه، عافاك سيدي عماد باش ما تمشي ليش، لانه هاد الاساتذه اللي تشوفوهم دابا راه فيهم خريجي المدارس العليا الاساتذه، بالتالي فيهم ناس اللي قراو الشق البيداغوجي ودوزوا سنوات يعني خضعوا لواحد التكوين. دونك وبالاضافه كما قلتي دوك الناس اللي عندهم شهادات عليا حتى هما لهم من الكفاءه ما يخول لهم ولوج هذه المهنه. اما الكفاءه المهنيه راه كما قلنا نتيجه واحد التجربه، ما يمكنش واحد الاستاذ الله بدا نقولوا واش انت كفء ولا لا، راه مع الوقت غادي تحسن. وانما له من الكفاءه ما خول له استحقاق بعد انه ينجح في الانتقاء، حتى يكون انتقاء على حسب النقطه تاعو في الشهاده، ثم مباراه كتابيه فيها علوم التربيه وفيها ماده التخصص، يعني مئات الاسئله بذلك الخصوص. يعني مادام داز كما تنقولوا الا وعنده واحد المهارات واحد الكفايات معينه، ثم تنجيو الشق الشفوي. دونك في الشفوي راه مباشره تتكون في قدام هذوك الناس المعنيين مفتشين الى اخره، وتتقدم الاداء تاعك ولا قنعتيهم هي فاش تيقبلوك. فين تيقبلوك حاليا؟ تيقبلوك في مركز التكوين، وفي داك مركز التكوين تدوز مجزوءات مختلفه وتدوز كذلك ستاجات في مدارس الى اخره. هذا واحد المساله مهمه هي، راه فينا اللي فايت لي خدم. وانت انا مثلا تجربتي الخاصه فايت لي خدمت في القطاع الخاص، لا في التعليم لا في امور اخرى. وهذيك المساله الصلاه راه صحيحه، انا شخصيا كنت خدام في سونتر دابي لا داعي لي ذكر اسمه، تتخلص احسن من هاد الصلاه اللي تناخذو دابا. ولكن علاش توجهت للتعليم؟ توجهت للتعليم ماشي لغرض مادي. دونك جوج الاغراض. المساله الاولانيه هو انه لطالما اردت ان اكون استاذا، دونك هذه مهنه اختاريتها عن حب. المساله الثانيه متعلقه بالاستقرار الوظيفي، حيت القطاع الخاص وكما ذكرت يا سيدي عماد كاين الناس وما اكثرهم يعانون الامرين في هذا القطاع. هذا الصالير ضعيف، وانا قلت لك كنت قريت في القطاع الخاص وعرفت الصالير كيفاش داير، وعرفت على انه هناك اساتذه اكفاء في القطاع الخاص ويستحقون صحيح. ولكن المشكل اللي خصك تفهم فيه، كاين الاشكال هنا يا سيدي عماد،
وانه كما تنقولوا حنا مول الرأسمال مشكره تفرض واحد ظروف معينه اللي تتصعب على دوك الاساتذه اللي خدامين عنده ولا دوك الناس اللي خدامين عنده يمارسوا العمل النقابي. هادشي علاش المساكن تيكونوا حنين ريوسهم باش انه قابلين بداك الشيء. الا ما بغيتيش راه غادي نخضعوك لسياسه السوق، سير الله يعاونك نجيبوا واحد اخر. وهادشي اللي تيحاولوا يرجعوه في الوظيفه العموميه ولا رجعوه يعني في المدرسه العموميه، راه هذا خطر يعني واحد الخطر كبير على هاد المدرسه. حيت بتولي انت تتوظف واحد الاساتذه لا ولاء لهم لهذه المدرسه، وفاش غادي تولي تتوظف اساتذه كما تنقولوا عطاشه بمفهوم شعبي ما غاديش يتسوق لك لا لغيتي المجانيه ولا حتى شي حاجه، وما شغلوش عطيه غير رزقه. وحنا ما دخلناش على هاد المهنه حيت طامعين في دريم، حتى سيدي ما دخلنا حيت حنا باغيين هاد المهنه هادي وعارفين هاد الطبقه اللي تنتميو لها هي الطبقه الشعبيه. ما كاينش في شي استاذ هنا ولد شي وزير، كلشي الناس الطبقه الشعبيه الناجيه من المغرب العميق. وانت عرفتي هادشي وعرفتي البيئه فاش كبرنا سيدي عماد، والبيئه فاش قرينا راه كان اصلا من الصعب على انك تخرج منها شي حاجه. ولكن الحمد لله لا انت ولا فاش نشوف يعني زملاء اخرين قدروا انهم يخرجوا من هذيك البيئه، راه شي يدعو لي الفخر. فعلا ودابا شنو تقدر تقول على من بعد كاين بعض الاشخاص اللي هما قبضوا هذا الحدث هذا ديالكم وحاولوا يلاصقوه او يديروا له واحد نمشي واحد الرابط مع السياسه، بانه كاين شي احزاب سياسيه اللي دارت هذا الشيء هذا وتدخلات وخلقات هاد المظاهرات مؤخرا. يعني وشنو تقدر واش انا بالنسبه ليا كشخص يعني تقدري ديالي كواحد كان كيشاهد نقول انا هو واحد التشويش بغاو يديروا على المظاهرات اللي كنتو كديروا، وفي نفس الوقت باش يبخصوا وباش حتى في نفس الوقت داك الراي العام باش ما يكونش معاكم بحال قلتي، ما يكونش في الجانب ديالكم. انا الشيء اللي بان لي انا من خلال المنظور ديالي. صحيح سيدي عماد، بعض المرات الاحزاب تمارس الركماجة، بعض المرات هاد الاحزاب هذه تتزيد على بعضياتها في الاقوال بهدف خلق واحد التشويش معين باش تبان هي اللي سواء هي اللي تدافع على دوك الاساتذه ولا غيرهم. انا اللي بتنوصل واحد الفكره على انه سواء كان هاد الحزب اللي دابا كاين في الحكومه ولا حزب اخر فراه كانوا غادي يكون نفس المسار، لانهم كلهم غادي يطبقوا علينا هاد النظام هذا. كما تنقولوا حنا ليس في القنافذ يا املس، حنا واحد تنسيقيه وطنيه حره ومستقله، يعني انه لا علاقه لنا بالاحزاب لا من قريب ولا من بعيد، لاننا نعي على ان المشكل تاعنا الحل تاعو اكبر من الاحزاب بنفسها. ومن هنا اتوجه برسالتي لمن يهمه الامر، لانه فعلا هذا الموضوع هذا يهم المسؤولين الحقيقيين في هذا الوطن، والحل تاعهم لهذا الملف ماشي غادي ينقد واحد الجيل الاساتذه، وانما الاساتذه في علاقتهم مباشره مع التلاميذ راه غادي ينقد واحد اجيال واجيال من المواطنين. كما قلنا هذه المهنه هذه ماشي مهنه عام ولا عامين سيدي عماد، راه الاستاذ في عام واحد ممكن يدوز على يديه ازيد من 300 تلميذ. وعاد شناهي 300 تلميذ؟ راه 300 اسره تما، راه 300 مستقبل، 300 امل، كل اسره عقد الامل تاع على داك الوليد وديك البنيته. وبالتالي تخيل معايا في سنوات شحال من التلميذ غادي شحال من الجيل هذاك دايز. بالتالي لا تحل هذا المشكل هذا راه غادي نعطيو واحد الاشاره ايجابيه لان هذا بان هذا الوطن فيه خير لابنائه وفيه واحد المستقبل اللي فيه واحد الامل، عوض كما قلتي بتعرضنا لذلك القمع الوحشي. ومن هنا واحد المساله بزاف الناس من الراي العام ما عارفينهاش، راه القضيه تاعنا سيدي عماد راه استشهد فيها الاب تاعنا الروحي الحاجيلي الله يرحمه من هذا المنبر. شكون هو الحاجيلي؟ هو الاب تاع واحد البنيته تاع واحد الاستاذه من اسفي هدى الحاجيلي اللي تنوجه لها تحيه من هذا المنبر، اللي مشى مع البنيته تاعو في واحد الانزال وطني في الرباط. مشى علاش؟ حيت هو واحد الاب مغوار، واحد الاب لي اصيل كما تنقولوا، مشى مع البنت تاعو دعما لها. وتعرضوا ديك الساعه الاساتذه القمع، تعرضوا الاساتذه القمع وحشي
وتما تعرض الاب الحجيلي لواحد ضربه قاسيه ومميته على مستوى الراس تاعو، تفقد الحياه تاعو للاسف. دونك حنا القضيه تاعنا خدات بعد اخر. بزاف الناس غادي يكونوا تيتسائلوا هذه المساله، غادي تكون هاد الاساتذه ملي تيجيبوا الطاقه كلها واش ما تيخافوش؟ حنا راه عاهدنا الامهات وعاهدنا روح الاب تاعنا الحجيلي على اننا ما غاديش نتنازلوا على هذه القضيه هذه، فاما ان ننتصر او ان ننتصر، يعني لا حل ثالث. ما عندناش حنا داك الخيار تاع الهزيمه، لا، داخلين هذه المعركه وكلنا عازمه في اننا نحقوا المطالب المشروعه. اعيد، المطالب تاع الاساتذه مفروض عليهم تعاقد ما قيس حتى شي واحد، ما عرفت علاش واحد لفئه معينه. وهنا تنهضروا على مستوى الوعي، راه الوعي تيلعب دور سيدي عماد. انا اللي كنت خدام، وانا قلتها لك، كنت خدام في القطاع الخاص وتنتخلص صالير مؤسف كاع انني نقول شحال. قولها خص بلاد ما يعرفش. ما عمرني ما حقت على شي فئه اخرى. 2500 درهم. لا باش نعرف الواقع اللي كيعيش. وراه كاين كفس، كاين اللي 1500 وكاين 1000 اللي 500، كاين اللي 1200. واش دابا بالله عليك بدون سنس بلا تغطيه بلا والو بلا، وفي الاخر تيجيك مول الشكاره يقول لك ما عجبكش الحال سير. علاش حنت عارفين كاينين بزاف 13؟ وهنا علاش فهمتيني علاش قلت لك مفروض علينا التعاقد؟ حنت لا خيار لك، حنت لا خيار لك. وانا للامانه حنت انا هنا ما تمثلش كما قلت الا نفسي، حيت انا تنظيميا لا انتمي لاي يعني مديريه، اي مكتب اقليمي ولا المجلس الوطني، حيت حنا كما قلت لك واحد الاطار اللي ديمقراطي. الاساتذه اللي تيمثلونا في المجالس راهم منتخبين، الاساتذه تيختاروهم وتيتحملوا ديك المسؤوليه وتنحييهم عاليا. دونك هاد عبد الربي اللي تيهضر معك دابا سيدي عماد، انا شخصيا كنت قطعت المباراه الاولى للتعاقد. علاش؟ حيت كنت انا ضد هذا المخطط من الاول وقطعتها. واخا مشاو الناس دوزو، انا بالعكس فهمت راه واحد عماد واحد ما مسكين 5 سنين هو بيطالي، واش بتقول لي بات مشيش تخدم؟ راه يعني كان مفروض عليه هاد المساله. وبالتالي هاد الرساله لعموم الشعب المغربي، لهاد الطبقه الجميله الكادحه اللي تنتمي لها، راه من حقكم الاخوه تاعي على انكم تناضلوا على المطالب والحقوق تاعكم اينما كنتم، سواء في القطاع الخاص ولا العام ولا هذا. من قنص رؤوسنا حيت واحد تي يناضل على حقه وانا ما قادرش، ولا هو احسن مني شويه في الصالير نولي تنضرب فيه هو. واش مشكلتي مع هذاك الاستاذ؟ مشكلتي انا مع هذيك الدوله اللي موفرت لي الشروط انني نخدم مزيان، حيت الاستاذ ما ضرني في والو. وهذه الرساله هي رساله وديه، ماذا بينا حنا اننا ونحن نتضامن مع مختلف شرائح الشعب المغربي. وانت تعرف هذا الشيء جيدا اخويا عماد، لان الولاء تاعنا الوحيد الاوحد هو لهذا الوطن. فعلا دابا واحد الحاجه اللي بغيت نقدروا نشيروا ليها هو داك التوجه ديال الدوله لاتجاه الخصاصه، اللي هو انا شخصيا من الناس اللي هو حبدا واحد النهار نقدروا نكونوا حتى حنا دوله اللي هي تكون عندها التعليم عنده واحد الخصاصه ولكن راه حنا بعاد واحد البعد كبير باش انك تجي ودير في واحد الدوله اللي هي كتعيش واحد الوضع هش باين شي في جميع القطاعات، وتجي تقول غادي نردوها غنرجعوا التعليم خاص وهذا توجه ديال الدوله ونحقها، وشكون هذا اللي يشغلوه وشكون هذا اللي ما يشغلوش. حاجه واحده اخرى اللي هي خصنا نعرفوا انه التعليم الخاص خصنا نقبضوا السلبيات ديالو نعرفوها من خلال الدول اللي هي اوروبيه اللي هي كتعطي التعليم الخاص. انا كنعرف شخصيا بزاف ديال الناس، بزاف ديال الاصدقاء ديالي تعرفت عليهم هنايا ما قدروش انهم يولجوا السلك الجامعي، لانهم الاباء ديالهم رغم الصالير اللي تيكون عندهم وداكشي ما كيكونوش قادرين انه يخلصوا الابناء ديالهم انهم يولجوا للسلك الجامعي ويقراو. يعني كيقدر شحال من واحد اللي هو عايش في اوروبا خارج غير من البكالوريا، واخا انه حتى في هذاك التعليم ديالو اللي هو ابتدائي واعدادي وثانوي هنايا كنخلص فيه واحد النسبه او لكن بعد دوا تكون فابور، ولكن راه التعليم الجامعي راه شحال من واحد كيلقى فيه مشكل. يعني باش نعرفوا راه القطاع الخاص راه كيبان لك واحد شويه مزيان،
ولكن راه في العمق ديالو راه فيه شي حوايج اللي حتى هما خايبين. صحيح صحيح اخويا، خصوصا انه كما قلتي حنا واش نسولو ريوسنا واحد السؤال جوهري، واش الشعب المغربي مستعد لهذا التوجه هذا؟ يعني واش الشعب المغربي ما يمكنش كما تنقولوا القدره الشرائيه تاعو بعدا تخول ولا اسوء اخويا؟ واحد الصالير ديال 2000 درهم وحنا معروفين بواحد الحاجه، واحد ما سمح لي قاطعك، واحد الحاجه معروفين بها حنا في المغاربه، كتلقى شخص واحد خدام كتلقى خدام على عائله كامله. هنا ما يمكنش يعني واحد هذا اللي تفرو لقى خدمه كتلقى خدام ب 2000 درهم، يعني غتلقى عنده خوتو صغار وعنده واحد الاخ ديالو حتى هو. ولا كيفاش التعليم الخاص في واحد النظام حنا عندنا دير بحال هكا؟ ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه ما انا تحاول. والمؤسف المؤسفة سيدي عماد هو انه مثلا في التعليم الخاص مشكرة يزداد ثراء، يعني مشكرات الثروة تاعو تتضاعف اضعاف مضاعفة في واحد المدة اللي هي وجيزة، ويجي المؤسسة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، والاطر اللي خدامين معاه الصالير تاعهم لا يتجاوز 2000 و3000. يعني انه واخا دوك الناس مساكن تيمشيو تيخلصوا لوليداتهم حتى تيامنوا. وهنا تنهضر على شنو هو التوجه اللي باغا الدوله، علاش الناس تدي وليداتهم للقطاع الخاص حتى تم شيطنه القطاع العمومي؟ باش نكونوا واضحين، المدرسه العموميه تم شيطنتها وتم افتعال واحد المجموعه من المشاكل فيها باش انه ما عمرها متهدى بما فيهم هاد الاضرابات الى اخره، باش الناس فاش يشوفها مدرسه عموميه يشوفها اش واقع فيها، اضرابات واحتجاجات الى اخره. وراه الشيء راه مفتعل، راه الدوله باغا دوك الاضرابات يبقاو بديك الطريقه، حيت راه بحال في كل كما تنقولوا في كاع لي سونس. المساله الاولانيه ها هما الناس تيمشيو تيتقيدوا في القطاع الخاص، تيهربوا وليداتهم للقطاع الخاص. المساله الثانيه ها هما الاساتذه اللي تيديروا اضراب تنقطعوا لهم رزقهم ونسرقوا لهم فلوسهم. شكون اللي نافعو هذا الشيء؟ انا سؤالي للعموم الشعب المغربي، شكون اللي مستفد من هذه المظاهرات هذو وهذه الاحتجاجات؟ انا تيبان لي طرف واحد هو اللي مستفيد، هو النقيض، هو الدوله، هما هذوك الاجهزه اللي باغا الوضع يبقى هكا وما باغاش الحوار الجدي وما باغاش تقحل لهاد الاساتذه ومختلف الفئات. وبالتالي في ظل هذا الشيء كله ديما خصنا نشوفوا شكون اللي في الطريق تاعنا اخويا عماد، شكون اللي معنا فعلا وشكون ضدنا. حيت بعض المرات راك عرفتي الاذرع الاعلاميه كيفاش ممكن تسوق واحد الخبر معين، كيفاش ممكن يلعبوا بالمفاهيم، كيفاش امزازي ممكن يخرج يقول هاد الاساتذه مثلا راه ما بقاش التعاقد ومع ذلك تيخرجوا. واش حنا انا عطيتك الوضع، انا نعطيك هي وضع بسيط، انت دير اضراب تتقطع لك من الصالير تاعك، تتمشي تتسافر الرباط تخسر فلوس في المركوب، وتمشي تحاول تكري في لوطيل ويخرجك في نصاصات الليل، وتمشي كاين اللي تيبات في الشارع، كاين اللي تيقلب على بارتمات بسبابك الفلوس وتخلى ضربوك. واش كاين شي واحد تيدير هادشي كله حيت هو باغي، حيت مرقى ما يدير؟ راه غادي نكونوا سداج لا فكرنا بهذه الطريقه هذه. دونك هاد الاساتذه مادام متشبتين واخا تياكلوا العصا واخا تيتقطعوا لهم واخا، الا انهم اصحاب حق، اصحاب حق. وحنا هاد الرساله هي اللي بغينا نوصلوها للجميع، اصحاب حق. وخصنا الصراحه حتى هما يعرفوا واحد الحاجه، بانه الناس اللي تيكونوا واخا نقدر نكون خالف في هذه الفكره، شحال من يقول لي لا راه كاين الناس اللي عندهم اصلا هذا التوجه واخا ما يكونش داز من الجامعه، ولكن شخصيا انا كشخص اللي قريت في الجامعه كنشوف بلي الجامعه كتكون واحد الشخصيه للناس اللي ما تقدرش تكونها لك شي حاجه اخرى، فاش كتكون طالب على الحقوق ديالك والطريقه باش كتضرب على الحقوق ديالك، كيفاش يكونوا الاهداف ديالك مسطره بغيتي توصل لها غتوصل لها. تقريبا الناس اللي ما تعطاتهمش الفرصه يقراو في الجامعه، انا شخصيا كنقول راك فقدتي واحد المرحله باش تشوف اشياء كتوقع داخل داك المحيط ديال الجامعات اللي كيكون فيك واحد الشخصيه عاوتاني بوحده، هي انك تهضر على تناضل على حقك وهذا الشيء باقي انت كما كنتي كتقلب على خدمه وكتناض غير باش يوجه يغيروا لك مواعيد امتحانات لانه كيحاولوا يضغطوا لك من هكا ولا كي ولا بزاف ديال الاشياء بزاف. يعني ما حتى دوك الناس ديال الاعلام اللي كيبغيو يحاولوا يبخصوا منكم، راكم راك ما كتهضرش مع اي واحد، راك تهضر مع واحد الشخص
اللي ديجا عنده واحد التكوين كبير في دماغه راه عارف اش علاش كيهضر، اني راه احسن حاجه هو تجلس معاه وتحاور معاه وتشوف المصلحه العامه، ما تشوفش هذا هو، هذا هو التوجه اللي خصو يكون، ما كاينش ديك الحوله مغالطات وداكشي يعني. تماشيا مع هذه النقطه هذه عماد، جوج الحويجات ممكن يخليو الواحد ما يجلسش يتحاور معك. المساله الاولانيه هي اللي كان القرار تاعو اصلا ماشي بيديه، فهمتي؟ دونك هو ماشي هو اللي حاكم، ولا ماشي هو اللي عنده القرار باش انه يقدر يتحاور معك ولا يتفاوض معك. ومسألة الثانيه هي اللي كانت عنده واحد النيه مبيته، هو باغي الوضع يبقى بحال هكا، عجبو الحال حنت بحال هكا كما قلت لك. رابح هو من اقتطاعات الاساتذه والهلي قلب التلامذه، هما اخر وحدين تيراعيو ليهم التلامذه، ما بالعكس باغيين انه التلامذه يتهضر لهم الزمن الدراسي تاعهم، باش انه الاسر تفكر ماليا في انها توجه كما تنقولوا دوك التلامذه تاع القطاع الخاص. وكما قلت لك مساله وقت، لانه القطاع الخاص هو اللي جاي عندهم، دونك القطاع الخاص هو اللي غادي يجي للمدارس العموميه. واش كتفكر واش انت كشخص اللي هو داز من شخص من القطاع الخاص للقطاع العام، واش كتظن بلي فعلا انه القطاع الخاص كيمتاز بشي بعض الامتيازات اللي ما كيمتازش بهم القطاع العام، بما بحيث انك انت دزتي من هاد الجوج؟ شوف الايجابيات راهم واضحين اسيدي عماد. بالنسبه مثلا لهذا الاسلاك كامله ابتدائي واعدادي وثانوي، هو مساله التوقيت، وانك دوك الوليدات هذوك تيقراو صباح وعشيه، دونك كما تنقولوا ترتاح عليهم، ممكن تخليهم في المؤسسه دايرين لهم البلاصات الغداء، البلاصات لاسياس، البلاصات هذه، يعني تيكونوا المرافق كاينين. بالتالي دوك الناس مساك اللي تيكونوا موظفين وهذا كما تنقولوا تيقاو فين يحطوا وليداتهم. العكس تاع مثلا واحد في المدرسه العموميه تيخص الولد يرجع وعاود ثاني يشوف شكون يديه الى اخره، تيكون هذه المشاكل هذو. مساله الكفاءه الاساتذه، حتى اكون منصفا كاين اساتذه في القطاع الخاص اللي اكفاء، واكفاء جدا، اطر اداريه اللي اكفاء. هذه المساله مفروغ منها، واخا كاع ما تلقاش حاصل على اجازه ولا شي حاجه من هذا القبيل، وانما تلقاه كفء، يعني تيمارس المهام تاعو الى اخره باحسن طريقه ممكنه. ولكن كاين مساله المتعلقه عاوتاني بديك سياسه السوق، كما قلت لك هذيك سياسه السوق تتخلي واحد المساله خايبه تتوقع في القطاع الخاص، هو انه تتولي عوض انها تكون مؤسسه بغرض تربوي تتولي مؤسسه تجاريه، وبالتالي تتشوف التلميذ على اساس انه كليان. دونك تيكون بزاف تراك عرفتي، وحنا كنا ديك الساعه في مدرسه عموميه وتنسمعوا اللي با يمشي يشد الباك وتنفخ ليه شويه النقيطه يمشي للمدرسه الفلانيه ولا المدرسه الفلانيه الى اخره. المساله كاينه باش نقولها لك، هادشي كاين ماشي ما كاينش. علاش؟ حتى هذيك راه مقاوله سيتي عماد، ديك راه مقاوله، وبالتالي باش انها تحافظ على الكليان وان تغري كليان اخر انه يجي، خصها تعطيه احسن صوره ممكنه. ولكن الشرفاء باش نكونوا واضحين في الاساتذه راه تفرضوا النمط تاعهم في اي مؤسسه. انا شخصيا كنت واجهت اولياء الامور بالمستوى الحقيقي تاع الابناء تاعهم، رغم انه الاداره قالت لي راه غادي تقفر راه، ولكن فاش تلمسوا اولياء الامور فيك داك الجانب الصريح، وان الابناء تاعهم فليدات الاكباد تاعهم راه ها هو الحقيقه تاعهم، راه تحترموا اكثر. حيت ديك الساعه راه هما مازال اطفال كما تنقولوا، مازال ممكن انهم يتنقدوا ويدعموا الى اخره، وبزاف الناس يمشيو مغلوطين. هاد الرساله لجميع اولياء الامور، عافاكم جميع الاباء المغاربه، لو فيت انك تخلص على وليداتك الفلوس ما تيعنيش بالضروره على انك راك درتي اللي عليك، لا، الطفل تاعك خصك ضروري انك تتابعه وتراقبه وما تثقش باي هضره تدك لك. المستوى الحقيقي تاعو راه تيحدو ديك المراقبه اللي تدير ليه انت. المهم خويا يونس، من بين واحد السؤال اللي بغيت نطرح عليك، وهو شنو هو من خلال التفكير ديالك انت، واش كاين شي حلول شي اقتراحات من طرف ديالك؟ يعني واش كاين شي حاجه بغيتي تقدر تقترحها، ولا شي توجه، ولا شي حاجه تقدر تمرر لينا من خلال هذا الفيديو؟ هي صحيح، من قبل سيدي عماد شرط لواحد النقطه جد مهمه
وممكن صندوق المغربي للتقاعد يعاني منها. يعني انا كما قلت لك الاساتذه النظاميين والرسميين بين قوسين هم اساتذه خاضعين لهذا الصندوق الوطني للتقاعد ياك. المشكله في هذا الصندوق هو انه منذ سنه 2016 ما بقاوش اساتذه جدد تيتوظفوا فيه، وبالتالي كل عام تخرجوا بزاف الاساتذه متقاعدين. هذاك الصندوق مهدد بالافلاس، انه هذوك الاساتذه دابا اللي خدامين واللي يعني ممكن انه هو يجي واحد الوقيته ما يلقاوش يلقاو الصندوق خوا كما تنقولوا، وبالتالي ما عندهمش باقي باش يدير. دونك الفكره اللي تنقترح في الحل اللي تنقترح هو انه هاد الاساتذه مفروض عليهم تعاقد للان تقدروا بحوالي 100 او 2000. دونك هاد الاساتذه هادو كلهم يدمجوا في اسلاك الوظيفه العموميه في النظام الاساسي للوظيفه العموميه. وفاش نقولوا تيدمجوا في النظام الاساسي للوظيفه العموميه راه اوتوماتيكمون في غادي يمشيو للصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي هذاك الصندوق المغربي للتقاعد بينه فيه اساتذه جداد تيدروا بعدا واحد الارباح لذاك الصندوق واحد الدخل اللي هو جد مهم. وهكا غادي يكونوا حلينا هذا الاشكال هذا تاع الصندوق المغربي للتقاعد اللي كان تعرض للاختلاسات، واللي ما يمكنش انه ناس شي اختلسوا شي تحمل المسؤوليه تاع داك الاختلاس. دونك هادو من الحلول اللي تنقترحوهم. كذلك نقترح حوارا جديا من الوزاره المعنيه، لكن عندها القرار بطبيعه الحال، لا ما كانش عندها القرار يجونا الناس اللي عندهم القرار يجلسوا معنا في طاوله الحوار ونشوفوا يعني حلول اللي هي اجرائيه. ولي اكيد كما قلت لك حنا تنتمي لواحد الاطار يعني اللي هو ديمقراطي. دونك عندنا ناس خبراء في القانون، عندنا ناس خبراء في الاقتصاد، عندنا ناس خبراء في الشق التواصلي الى اخره، اللي غادي اكيد انه يقدموا بدائل اللي هي واقعيه. وبالتالي هنا تنهضر على رغبه الدوله. دونك الدوله امام اختيارين، سواء انها تعلي الراية تاع المصالح الخاصة، مصالح الرأس مال كما تنقولو، وبالتالي ديما تبقى تبع الإملاءات الصندوق النقد الدولي، ولا أن تعليم مصلحة الوطن ومصلحة هاد الجيل هذا الأساتذة اللي هما بغينا ولا كرهنا هاد الأساتذة هادو اللي كما قلنا فاتوا عتبة 100,000 أستاذ وغادي يتزادوا كل عام، راه فيهم الحاضر والمستقبل ليس فقط تاع التعليم وانما تاع الوطن، حيت هما اللي تيساعدونا في انتاج المواطنين الغد. وبالتالي اي ضرر نفسي او معنوي تلحقهم راه اوتوماتيكمون تيدوز يعني لعموم التلاميذ اللي باغيين لهم مستقبل افضل من الحاضر الذي نعيشه. المهم شي رساله بغيت مررها يعني كخلاصه في الموضوع يعني كخلاصه. دونك انا سيدي عماد غادي نوجه رساله للاساتذه الكرام وثم العموم الشعب المغربي. دونك مزيدا من الصمود للاساتذه الكرام، الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، نحن متشبثون بهذا الاطار هذا اللي هو اطار تيمثلنا، واخترنا هذا الخيار وهذا الاختيار تاع النضال لاننا كما قلت لك اصحاب حق، سلبت منا حقوق، وهذه هي السياسه اللي تنتهجها الدوله، تتحيد لك حقوق تاعك باش يولي سقف التطلعات تاعك هو اشنو، هو انك تسترجع الحقوق ماشي انك تطلب حاجه اخرى. دونك تتحيد لك حاجه باش تولي انت غير تابع ديك الحاجه ومن تحققها تفرح. وهذه المساله مؤسفه صراحه حيت تؤثر نفسيا على الاساتذه. دونك مزيد من الصمود، الاساتذه غادي توجهوا بكثافه ان شاء الله يومي 6 و7 ابريل لمدينه الرباط في انزال وطني ثاني بهذه المدينه باشاره واضحه وانه لا تنازل عن مطالب هذه الفئه هذه. وكما قلت لك سيدي عماد من قبيله لانه حنا دابا عندنا واحد الروح طاهره اللي هي الروح تاع الحجيل الله يرحمه اللي تعطينا القوه. راه ما يمكنش على ان واحد الاب تاع واحد الاستاذه عطى روحه في سبيل هذه القضيه دي وحنا نتكاسلوا ولا نخافوا ولا هذا، لا يعني مشى زمان الخوف، دابا هذا زمان الاصرار. نحن مصرون وعازمون على تحقيق كل المطالب، واقولها وكل وعي بما اقوله لانها مساله وقت حتى تحل هذه المشاكل.
وغادي نفرضوا عليهم حل المشاكل بقوه هذا الاطار اللي تنتميو ليه. دونك هذه الرساله المختلفه للاساتذه ثم العموم الشعب. هذه الرساله غادي نهضر على كما موافقت نهضر مع كاسيتي عماد مع المشاهدين الكرام. دونك هذه القضيه هذه الاخوه الكرام هي قضيه واحد الشباب يفناو العمر تاعهم والحياه تاعهم في القرايه. قراو وسهروا الليالي ودمروا وضربوا يعني أسوأ الامور باش انهم يوصلوا لهذا الهدف هذا. دونك نالوا شهادات عليا والامل تاع اي واحد ينال واحد شهاده عليا هو العيش الكريم. اش قصدوا العيش الكريم؟ واش عمرك اسيتي ما شتي شي استاذ دير شي فيلا ولا ما عرفتش شنو شي قصر ولا شي 10 طن سقف التطلعات تاعو هو شنو؟ واش حيوطه يستروه؟ صح هادشي اللي كاين باش يموت وفاش يعني ما نكونوش عفاكم تنوجهوا اصابع الاتهام للناس الخاطئين. هاد الاساتذه فهم من هاد الشعب هذا، هم ابناء الطبقه الكادحه، الحلم تاعهم والامل تاعهم هو انهم يعيشوا كرام، يكونوا مستقرين نفسيا ومعنويا وماديا بطبيعه الحال. وبما انهم تنتميو هذه الفئه هذه راه اكثر وحدين تيغيروا على المدرسه العموميه راه هما بطبيعه الحال، ماشي النقيض اللي تيهبط القرارات من الفوق وتيخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي. هما هاد الناس اللي اول حاجه قراو في المدرسه العموميه كانوا تلامس، هم تلاميذ الامس اساتذه اليوم، وبالتالي الدور تاع عمره هو مفصلي في يعني في المجتمع تاعنا. دونك الدوله خصها ما بقاش تشوف هاد القطاع هذا تاع التعليم والصحه كقطاعين غير منتجين، راه غير منتجين ماديا ولكن راه رمزيه، راه داك الشيء اللي تيديروا هاد القطاع راه ما يديروش شي قطاع اخر. راه القاضي تغدى والبوليسي تغدى والاستاذ تغدى والى اخره، راه هو تلميذ اليوم دونك يتتلمذ على يد استاذه. دونك هذاك الاستاذ اللي عطاه واحد القيم اللي هي زوينه وكان مستقر نفسيا ومعنويا، راه اكيد ان داك التلميذ غادي يكبر في واحد غادي يثق في الوطن تاعو اكثر، وغادي يكون عنده واحد الامل فانه دونك انا جا عندي ثلاثه ولا دابا نتوما اساتذه تاعنا ودخل ضربكم ديك الطريقه وقبسكم اللي لابس الكسوه واللي ما لابس الكسوه. وهذه المساله بين شير اللي حتى هنا كما تنقولوا ديما المغاربه ولفوا يقدموا كبش فداء، مشكلتنا ليست مع المقدم من الاخر ولا هذاك عون السلطه، راه التعليمات راه جاوا من الفوق، راه قلت لي قرا قبل كل شيء دار يديه ورجليه. واحد المشهد ما عرفت واش نقول واش مبكي ولا طريف كاع، انه واحد من دوك البشوات تاع تما هذاك اللي كان صرفق الممرض داك المشهور تما مضروب في رجليه ديال العكاكس ديال العكاكس. انا فاش شفتو تعاطفت معاه، قلت واه مسكين هذا مضروب وجاي مسكين جايبينو في هاد الحراره، لا شكون يجلس يرتاح، واذا به يرفس برجليه اللي مضروبه اللي ما مضروباش وبالعكاكس. هنا تتبين لك مدى جشاعه يعني المقاربه الامنيه. المشكل تاعنا راه هو مشكل اجتماعي اقتصادي تحلو معنا الوزاره المعنيه، ما تخليناش مع وزاره الداخليه بحال حنا ما عرفتش نكونوا حنا راه اساتذه. دونك المقاربه الامنيه ما نفعش معنا، وهنا غادي اتنبأ ومساله عاديه في اي معركه نضاليه حقانيه راه ضروري كما قلتي ما يسخروا لها واحد اشباه الصحفيين حشان يكونوا صحفيين احرى. حنا الصحفيين الاحرى صراحه حاليا اغلبهم وراء السجن، باش نكونوا واضحين هادوك بعض البيادق راه ماشي بعيد على انهم تجي واحد الوقيته يبدا تيخونونا حنا، يقولوا علينا حتى حنا الاساتذه انفصاليين. دونك كلشي اي واحد تينادي بالحقوق تاعو راه انفصالي. دونك رسالتي للشعب المغربي، اي واحد مضرر الله يرجع لكم، اهضروا على حقكم وتضامنوا مع الناس اللي تينتموا نفس الطبقه الشعبيه ديالكم. ترى الاساتذه ماشي ضد الشعب، بالعكس هما مع الشعب، هما من الشعب واليه، وحنا هما دوك العينين اللي ما عمرهم يعلو على الحجب، والحجب هو الشعب الكريم اللي تنتميو له. هذا الشعب هذا الابي اللي صبور بزاف واللي طيب، وهذا الطيبه تاعو للاسف احيانا
يساء فهمها من طرف الأجهزة المخزنية وتيحاولوا يستغلوا ديك الطيبة تاعو ويبداو تيوركوا عليه تيوركوا عليه، ولكن بمثابة واحد القنبلة موقوتة واحد النهار غادي تفرقعوا في وجوههم. دونك الدولة خصها تطمح دائما على أن تحسن الحالة الاجتماعية تاع هذا الشعب هذا، والشعب دائما خصو يكتسب ثقافة النضال، ثقافة أنه أن يتكلم عن حقه دون أن يضرب في آخر. علاش؟ حيت هو ما قادرش يهضر على حقه، نضر في هذاك قادر عليه يهضر على حقه. وهاد هاد الجيل من الأساتذة هم أساتذة أحرار وكرام، وبالتالي فاش نقولوا جيل أساتذة أحرار راه تلامذ غادي يطلعوا أكثر من أحرار. وبالتالي الحمد لله هاد الأجيال القادمة هي أمل المغرب وأمله في تغيير إيجابي. وأكيد رسالتي للسي عماد اللي تنشكرك بزاف من هذا المنبر هذا على هذه الدعوة الجميلة، وماذا بيا يكونوا بزاف على هذه المبادرات اللي تيسمعوا لها الشعب لبعضياتهم، وأكيد الجنود الخفاء والسي عمر اللي تنحييه حتى هو من هذا المنبر هذا. يا عمر شكرا بزاف على الشكر لك انت اللي انت كنا غير بدينا الحوار غير بالهضره انا وياك تصدقنا قلنا شنو كاع غنديروا على فيديو انت والهدف كان منه هو انه بغينا نسمعوا لكم، فهمتي؟ الهدف من الفيديو هو انه بغينا بيت كنت تهضر احنا نسمعوا لك، ماشي بس انه نحاول نقلبوا فينا انه نبقاو نغيروا الحوار ولا كما تنقولوا نبقاو الوف الهضره. بغينا نكونوا واقعيين، التعليم واحد المادة اللي هي فهمتي واحد الحاجة اللي هي استراتيجية في المغرب، اللي هي شي حاجة اللي هي ميمكنش عندك التعليم والصحة راه ما تلعبوش بهم، تخصنا ناخدو بواحد الجدية كبيرة. يعني راه وخصوصا فاش كنشوفو بزاف ديال الدول اللي هما تطورات راه ما تطوراتش لأنهم عندهم الفلوس ولا تطوروا لأنهم خدموا على راسهم، يعني كونوا في الشعب ديالهم والشعب كيتواصل معك. ملي كتكون واحد الشعب اللي هو فكريا مزيان كيستجب معك يعني بطريقه سهله وليونه. وانا هادشي شفتو شخصيا بالحكم انايا التواجد ديالي هنايا، اغلبيه ديال الناس هنايا ماشي كلهم عندهم دبلومات ولا ولا ولا، الناس قارين واحد شويه عندهم واحد الفكر، انفو كتجي واحد القرار ولا تيكون داكشي سلس بيناتهم، تيشوفوا المصلحه العليا كيتفاهموا. ولكن ملي تيكون عندك واحد الشعب اللي ما قريتيش ما وعيتيش، تيكون عندنا واحد المجتمع اللي هو مخلط كله في نجار كله مع المهم تتكون عندنا واحد التخليطه اللي ما تجيبنا الا الكوارث، وبحال هادشي اللي كنشوفوا حاليا دابا. وصراحه انايا تبقى في حال ما كنشوفش الدعم ديال الناس اللي كنتوما بزاف مؤخرا تيبان لي واحد شويه، ولكن صحيح انايا هذه مساله جد مهمه سيدي عماد. الناس لا سمحتي لي لا قطعتك، مؤخرا فعلا هذا الدعم هذا اللي تكلمتي عليه ولا واضح بلا ملموس بزاف من شرائح الشعب المغربي الاصيل، ولا عارفين علاش الدعم تاعهم راهين بالمعرفه تاعهم القضيه. اي واحد نقول لك من هنا عيم، اي واحد عارف القضيه من كافه الجوانب راه اكيد غادي يتضامن معنا. راه المشكله هي دوك الناس اللي ما تيكونوش عارفين القضيه وتيسمعوا غير النقيض، وهذا النقيض عنده الا اعلاميه كداك كداش، راه سي نورمال ما يمكنش حنا نجاوبوه اعلاميا، ولكن الناس اللي تتنتمي لها الطبقه هذه فاش تيسمعوا الروايه تاعنا ويتصنتوا الخطاب العقل كما تنقولوا راه غادي يستوعبوا على انه فعلا هاد الاساتذه هادو سلبت منهم حقوق هم في امس الحاجه اليها لضمان استقرارهم النفسي اولا ثم الوظيفي، وضمان الاستقرار تاعهم النفسي والوظيفي من ضمان يعني عموميه ومجانيه المدرسه. هذا ما كان فعلا. وانا من هذا المنبر انا تنقول للناس بلي راه خص يعرفوا بلي راه رغم الجهود المبذوله اللي كتبذلها الدوله راه هي غير كافيه وما ما باقي ما وصلتش لذاك يعني باش غير يفهموا بلي راه حنا راه باقي عندنا واحد المشوار طويل، راه خص باقي بزاف ديال الاساتذه يتعينوا، خص بزاف وخص بزاف ديال المرافق يتزادوا، وخص بزاف ديال الاشياء، خص بزاف التغيير، خص التغيير في هذا النظام التعليم، خص يكون فيه واحد خص يتخذ بواحد فهمتي بواحد الجديه ديال بصح، لانه خص تغير شحال من حاجه فيه، لا الطريقه ديال 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 التعليم، لا الطريقه ديال خص تكون واحد كما تنقول واحد الليونه ما بين انه انسان تيكون عنده. انا شخصيا من بين الناس اللي تضروا
كنت نمارس الرياضه، كنت تعزز، كنت نلعب كره القدم، ولكن التعليم كان كتشكل لي عائق مع الرياضه، لانه ما كنش كنلقى الوقيته باش ان ندمج بيناتهم. كاين كيف قلنا هاد يعني الاساتذه خصهم يتزادوا بكثره، لانه انا بالنسبه لي انايا كيبان لي بما انه طالع المستوى ديال التلاميذ في القسم، لانه غياب الاساتذه، لانه خاص يتزادوا اساتذه. وانايا شخصيا قريت في الثانويه اللي درك عرفتها، ثانويه محمد السادس، اللي هي قريت 20 واحد في القسم. عرفتي ملي كتحول من التعليم ديال انك تقرا 50 واحد تيكون فرق 49 45 ل 20، راه كتشوف واحد الفرق. والطريقه ديال التعليم كيفاش تلقيتها، وكيفاش انه تطورت في واحد الفتره وجيزه، وتغيرت شحال من حاجه فيا، غير فقط انه وليت اقرا 20 واحد، وليت كتفهم مزيان، وليت الاستاذ كيتواصل معاك. يعني بصراحه الله، يعني خاص في هذا القطاع ما خصناش نلعبوا، وخصنا نديروا مجهود، وخصنا نديروا نبداو ونديروا استراتيجيات ديال بصح، ونبداو الخدمه ديال بصح كيف ما تيجيوها في بعض القطاعات اللي هي تيبقاو يبينوها بزاف، وهي الا جينا نشوفوها هي راه مزيانه للمصلحه العامه، ولكن كتلقاها تفيد شي ناس اخرين اكثر من انها ما كتفيد المصلحه العامه. وهذا هو اللي بغينا التوجه ديالنا دابا حاليا صراحه. التعليم والصحه خص الناس يضافر الجهود، وان شاء الله نتمنوا حتى نتوما تكونوا يعني حتى نتوما ان شاء الله تيسر لكم الامور وتاخذوا الحاجه اللي هي كتستحقوا، اللي هي عاديه واللي هي باينه، اللي هي الاستقرار، وتكون عارف فين غادي وشنو التوجه ديالك، ما تكونش خدام غير هكاك، لانه راه اي واحد ما كيتقبلهاش. عاد واحد اللي هو كيخدم في واحد الموقع اللي هو حساس بزاف وهو التعليم، يعني هادشي اللي بنقول لك. وتنشكرك بزاف اخويا يونس، كنشكرك بزاف على التعليم. شكرا لك اسيدي عماد، لا لا ليا كل الشرف. انا وبعدا جد سعيد اننا هضرنا، مود هادي ما هضرنا، ودابا هضرنا رغم البعد، رغم البعد الجيولوجي، ايوا ايجابيات التكنولوجيا رغم البعد الجيولوجي. هادشي اللي كاين. تنشكرك بزاف، كنشكر عمر تا هو نحط ليه دابا تنحيو السي عمر، لانه واحد لانه تا هو واحد السورس موتيفاسيون، تا هو راه عنده واحد لاشين يوتيوب تا هو كيدير فيها الرياضه. يعني كنحيي من هذا المنبر، وكنقول له شكرا بزاف لانه هو ساهمنا تا هو باش اننا نسجلوا عندك في الدار، وكنشكرك بزاف. وتهلا ليا فراسك خويا يونس، شكرا بزاف. تحيه نضاليه لك سيتي عماد والجميع الشعب المغربي والمشاهدين الكرام، تحياتي. تحيه نضاليه خويا، شكرا بزاف، شكرا.